ريقت يمكن ماضي ساعة ما ساعة ونص والحماية كلموني قالوا خلوا لي حماية شنو لباس قالوا لي راهو انت بومال قلت لهم خروا طاح موتور وراهو هزيناه للسعجالي قلت له لاباس خلي ليه ظهره شوي وساقيه ديجا معناها ما مشيتش انا مشى اخوه قلت له برا مشي هز فلوس وراق وبر مشى بعد امه ما صبرتش قالت لي ليه نمشي مشيت هي ولد اختها ومن بعد كلمتني بدات تبكي وتعيط قالت لي ولدي راهو تشل راهو سيي راهو باش يموت صحابه تو يحكيو مشى شيع في صحابه طالعين على الموتور وهم هاو ديما فرقه ديما يشدوه مره يضربوه مره يفكوا له الموتور مره مع نفس الفرقه هذيك تاع العمران لعل ولا خايف منهم خاطر مره ضربوه مره حصروه بين زوز كراهب دخل في سونس انتردي صبعو هارب منهم صبعو تكسر ديجا عديت عليه في شان يكون القصاب وديما حاسيلو مرعوب منهم زي بالموتور طلعنا ثنية متاع حي بخلدون من رومبون في روغوستو ودورنا دور على اليسار شيرة حديقة المنسى نحنا كي نمشوا في ثنية نسمع ونحنا في الصوت سيران ما في بيناش علينا نحنا كملنا في الطبيق بعد جاو يجروا وقفوا وقفنا لهم نحنا مالك خاف منهم قال دوب ما وقفنا نحنا هو نقز ومعناها هبطوا ديريكت يجري قصوا الكياس الشيرة هذيك وين شفت البلاصة قص الكياس وما يجروا راه زوز واحد فيهم بالزاي واحد فيهم سيفيل معناها يجروا راه يحبوا يشدوه خاطر قراب له على الاخر ما فهمت هو نقز شفت البلاصة كيفية واحد فيهم حب يخطفوا الثاني كي جاي يجري كامل دز وطاح الغادي يعبر شنود وحتى كان ينجح ويمنع من الواحد خاطر الطبيب كل يوم يقول لي ما تعرفش راه مرات حالته تسوء مرات تبدا احسن المده هذه الحمد لله معناها احسن شويه ما حتى كان يعيش تبقى يديه وساقيه مشلولين خل الطبيب ما يمكن 0.1 يمنعش اما حالته ما يؤوس منه طالبوا بحق ولدي انا وكيفاه باش نحب ولدي يمشي نحب ولدي يتحرك كيفاش باش يبقى هكاك هو مازال في عم فوان شباب عمره 24 سنه ولاد حومته زاد غاضتهم كيفاه صار له كيفاه كلها معناها قعدت مشوكه من الحكايه خاطر كان بحذانا ميرك ديما راهو فيه كلها تلقاو تجي يسالوا عليه خاطر معناها 90% سقوط كلها تسال عليه خاطر حكيته معناها جيت ما تفهمهاش كلها تصدمت كي سمعت الحكايه باش نتبعهم انا باش مسيبهم فهمت عليه تردوا فيه كيك عليهم شديتوا عليه تجروا وراه عليه كيك تحبوا تطيحوه عليه ومش كان الحاله هذه معناها برشا حالات you